ألف نعم التشكيلي والنحات الكبير الأستاذ سهيل الهنداوي، أهلا ومرحبا بحضرتك ببرنامج حديث المهجر. أهلا ومرحبا بك. نبدي من الصويرة جنوب بغداد، بتاريخ 23/5/1948، مسقط رأسك. بهاي المدينة مليانة بالطيبة والجمال البسيط، ليش قد كان لها السبب في تكوين سهيل الهنداوي فيما بعد؟ الحقيقة الصغيرة مثل ما ذكرتيها مدينة بسيطة صغيرة هادئة تحيط في القرى والبساتين، يخترق نهر دجلة، أهلها ناس طيبين، فكل هذه بقت في الباك جراوند عندي عندما أقدم على أي عمل أو أي موضوع أفكر به. طيب، شاءت الأقدار أنه ما تشاهد والدك. نعم. يتوفى قبل ما تقدر انه تحتفظ بذاكرتك بصوره واضحه لها. كان للسيد عبد الله الهنداوي اللي هو جدك الفضل الاول في تربيتك وتنشئه اللبنه الاساسيه. شنو اثر عليك انه انت تعيش بعيد عن اب وتعيش في كنف جد يعتبر من الاعيان، لكن الامر بينك وبينه مسافه؟ هذه كانت تصب بجانبي المفردة هذه، يعني الحقيقة ما كنت أحس إطلاقاً أنه أنا فاقد أب. كان الجد الله يرحمه السيد عبد الله هو موفر كل ما يفكر به ابن بأبوه، زائداً حضوره القوي، زائداً علاقاته المتوازنة مع العائلة ومع المنطقة ومع المدينة ككل. فبالعكس كان يمكن شكل لي بالضمان الاجتماعي اكثر. انت تربيت في كنف عائله مليئه بالادب والفن، رغم كان انه المسحه هي مسحه فلاحيه، لكن كانت هناك يعني هذا الشيء موجود وراثي في العائله. بالتاكيد بالتاكيد، يعني انا اللي سمعت عن والدي الله يرحمه كان اديب ممتاز، بس ما ينشر، بس يقرا قراءاته. اخر شيء زودني خالد كتاب، قال لي هذا اخر كتاب كان والدك يقراه، أظن اسمه محكمة العدل الدولية لبرناتشو، يعني نهاية الأربعينات. نهاية الأربعينات، نعم. وكان جدي الثاني شاعر مهم، خير الهنداوي. نعم. وعدي عمي كان شاعر مهم أيضا، زائدا التأثير الثاني والأقوى هو تأثير الأخوات. بدأت بالتعليم وأنت ترسم، بمعنى نبدي دفتر الرسم اللي بيه صورة الملك فيصل الثاني. دخولي للروضة هي مو مدرسة، كانت تتكون من ثلاث صفوف، أول وثاني وثالث. والروضة قريبة عن بيت جدي، وأكو علاقة بين الإدارة اللي تديرها كانت في الصبرية وعماتي وبيت الجد، يجون يزورونا تقريبا يوميا العصر. فقالوا ليش ما يجيبون سهيل يمنهم يختلط بالبنات والأولاد؟ فأخذوني، خلونا كانت الطرمة وحدائق جميلة وملاعيب للصغار وهذه، بس ضمن هاي خلونا صبورة ليعلموهم الأحرف. فأني ما أعرف، جاني دفتر رسم مثل ما تفضلتي ومرسوم علي أذكر صورة فيصل الثاني، وبديت أنقل يعني مو أدرس. إذا بدأت بالتعليم من خلال الرسم، من خلال النقل. أنقل، نعم. يعني مو لأنه قصدي أنه أتعلم، وإنما بديت أنقل الأحرف، ودخلت بعدين ضمن العملية التربوية والتعليمية. والتعليمية جدرية اللبن والعرم والطين. الله، هذه الصدرية الله يطول عمرها. الله يطول عمرها. بس أريد أن أوصل بالسؤال إلى نقطة، إنه عندما يبدأ الإنسان مشواره بالاختلاط بالمجتمع في ظل نقول مظللي، هذا يسبب له نوع من المشاكل فيما بعد، يعني اكو رعاية استثنائية له. نعم. يعني من اي زاوية تقول؟ من ناحية انه انت اول ما دخلت للمجتمع لقيت المدرسة اللي كلش ترعاك بطريقة استثنائية، وصلت الى حد جذر اللبان والعرق. يعني اتذكر في الصبرية كانت يعني دافع عني، حتى لو احيانا ارتكب اخطاء غير مقصودة دافع عني. غير المديرة كان شخصيتها قوية جدا بالروضة، وكان احيانا الفرصة تقعدني شي بحضنها وتفليلي، وهذا فالتميز اعتبر نفسي.
بعد فترة استمرينا بالدراسة وكلية وسفر، وإلى أن بعدين استقريت مع الفنون في مدرس. جاني واحد من التلاميذ قال لي استاذ المرة بدها تسأل عليك. قلت دخلت تفضل. دخلت مرة صناعي تفاجئ بموت بوجهها محجبة وشايلة كيس وبوستني. هذا أخذتها قدام طلاب شحوانتها قلت لهم هذه مديرتي واستاذتي يمكن الطفل بالروضة. فقعدنا عاد قلت لها سويت لك لبن، جبت لك عمود من الحديقة، جبت بالي دائما هذه. هذا الموضوع قادك إلى أنه أنت فيما بعد مسيرتك الفنية الطويلة تريد جو استثنائي؟ أكيد أكيد. يعني أي فنان أو أي إنسان يتعامل بالإبداع بالحس يحتاج لإذا ظرف آخر مو ظرف التقليدي. لكن يقال عن سهيل الهنداوي أنه نزق مزاجي، هل هذا صحيح؟ والله هاي يعني أصبح الجانب إيجابي جانب مو زين أحيانا بس. يعني أنت تتوقع أنه سبب أنه الجد اللي كان من الأعيان وسبب أيضا الست صبرية أنهم كانوا دلالهم الزايد مدلهم؟ يمكن إيه، بس لا يعني مش أنت يعني ما سايب طقوس بشكل تلقائي، يعني مو بحسابات، وإنما ده تصدر عن عفوية وصار هو هذا المطلوب. طيب ريحة الزيت أول مرة يعني تملي بها أنفاسك كانت بالثالث ابتدائي. نعم صحيح. ودخلت إلى مرسم المدرسة، مدرسة النهضة الابتدائية. مو أي طفل يكون عنده انطباع اتجاه رائحة الزيت. أكيد أكيد. أول تخطيط لطفل عمره 7 سنوات كان مريمانة، مريم وعيسى عليهم السلام. بس هذه أتذكرها مرسم المدرسة كان يسبقني نزار أخوي الله يرحمه، فدخلني قال لي هذه معنا أدوات هاي الباستيل هاي الأوراق. كان مدرس التربية الفنية أستاذ يحيى سلوم، خطاط بارع ورسام أيضا ممتاز ورسام كاريكتير. يعني أخذت بعدين في الأوراق وبديت أخطط خطط مريم وابنها بالباستيل، وكان عمل أتذكره بوقتها ممتاز، يعني الصدى كان ممتاز عند الأستاذ. يعني الطفل بهكذا عمر صعب عليه يخطط في شيء بسيط، يعني مو انه ينقل نقل كامل. يبدو اكو فد امكانية استثنائية عندي اكيد. يعني هل تنبه الاساتذة فيما بعد لهذا الموضوع؟ هي اكيد انتبه، وبدينا يعني صار جزء من وقتنا لازم ندخل المرسم. يعني احنا اني ونزار واثنين سلاب، يعني جزء من وقتنا ووقتنا المهم ندخل، واستمرت هذه بعدين الى المتوسط. من حسن حظ يعني حظك الخاص انه توفر لك الدراسه بالاضافه الى الموهبه، يعني ما كان هناك من يعيق موضوع انه توجهاتك الفنيه. لكن اكو قصه صغيره بالعائله انه درجه الموهبه في عائله سهيل الهنداوي تصل الى انه يترشحون لدرجه الاستاذيه. نعم. بلا دراسة أو شهادة. أكيد كثير. فنحشي عن قوة الموهبة داخل هذه العائلة يعني حتى نوصل إلى نقطة الموروث. نعم. يعني مثل ما ذكرت لك أنه عائلتنا جامبين عمامي وخوالي، له ميزات. عمامي ميزات أدبية عالية، وخوالي ميزات فنية تشكيلية ونحتية بالتحديد، وأكيد ترسخت بعدين التجارب والاحتكاك والاطلاع فتكونت الحصيلة هذه. شلون خالك ترشحني يكون أستاذ؟ خالي قلت في البداية كان يألف الهم إنه ينحت بدون أن يدري، فبدينا قلت ليش رسمنا وحفر وخلل هذه، وصار عنده منهج ينحت، يجيب امراض صور تمام في مجلات صينيه كانت فد اكو اثنين، واحد يعزف ناي وواحد منتج تمثال صعب، فهم سوالف شدمه كبيره وبدا ينحت بيها، وقام يشارك بالمعارض، شارك بمعارض وقدم اعمال ممتازه. جاب وقتها واحد من وزراء التربيه افتتح معرض بالصور، فوجه انه الرجل هذا يروح يدرس المعهد الفنون. نعم. معهد الفنون الجميلة.
فهو ظل متردد وما يبتنى. اخذناه اني وخالي الاخر رحنا على معهد الفنون وقتها كان المدير عرفه مدير المعهد فرحب بينا الرجل وقلنا له اكو شيء شغله اتصل قال له نعم اكو الفنان هذا لازم يصير استاذ بالمعهد. زين خالي ما يقرا ما يكتب زين استاذ وطلاب هو الرجل الان حقه قال زين انا راح اسوي له قاعه واجيب له طلاب وهو ينحت والطلاب يتابعوا. ما عجبته الوضعيه فقال انا قاعد النوم صبعون علي وهذه لا خلي ارجع الولاية هواي احسن واصدقائي وغيرهم وفعلا رجع رفض. بروفيل شاركت بيه مرحلة الإعدادية كان بروفيل يعطي كريم قاسم. هو الحقيقة دخلت بيه يعني. دخلت يعني وضعت بصمة. أي كان بوقتها المرسل المتوسطة أكثر النضوج ومتبلور أكثر كان يدير سعد شهاب دوار وخريج معهد أوائل الخريجين وكان يعني أكو ذكر الطالب حمزة فاضل. حمزة كان متميز بتخطيطه و بدأوا يسوون فدريليف عبد الكريم قاسم للطين الصناعي فهذه بدون أنا اللي جيت بديت خذي اتصابية بوقتها حسيت أستاذ جهاد مثل المرتاح. بعدين جاب لي مواد قال لي اشتغل نحت إذا عجبك واشتغلت سويت اللاجئين وسويت أكثر سويت لا قبلها تمثال يمكن الفينوس وشي بجانبها قمت أخذ بعدين البورد هذا والطين اخذه وياي للبيت. للمتعه. اي وبالليل ابي اشتغل وهذا وبعدين بديت مواضيع قمت اني اقترحها سويت موضوع اللاجئين موضوع يمكن حوالي قريب المتر ب 60 هيك وبورق يعني مو سهل. بدا ينضج الفكر كلش من وقت يعني انه نوضع نوضع يعني ثيمة كاملة من خلال نحت. كملنا الإعدادية بس أريد أسأل القاسم المشترك بين الشرطة والفن. الشرطة والفن تعرفين المدن الصغار تأثير الشرطة والجيش والهذي واضح عليها يعني أكثر العوائل تفضل الأبناء يكون بالشرطة خاصة بالشرطة لأنه يكون صاحب نفوذ في المدينة نفوذ حل المشاكل تعرفين قبائل وعشائر وهذه فالشرطي له حظوه. فكان اكو راي انه انا اروح للشرطه وانا عندي بداخلي هاجس انه فن وهذي فقدمت بعدين حاولنا اخر شيء قدمت العسكريه عسكريه واكاديميه فدخلنا اختبارات كانت القاسمه العسكريه اتذكر بالستينات وكلها اجتازيتها التمارين شباب هاي بس غريب اكو امتحان هو بصلب اختصاصي على اساس فشلون هاني ونزاع الله يرحمه طبعا. اذا ما قبلوك بالعسكريه بسبب؟ عن الوان. اي قالوا انه عن الوان يعني عن الوان شو يعني ونرسم احنا وننحات وكذا فعشان في المفارقه كانت يعني هو يعني قد يكون الموضوع ما هو موضوع انت ما رغبت به او رغبت به وكانت النتائج عكسيه لكن كانت هي سبب انه تخلق سهير الهنداوي. هو هذا يعني مشيئه الله سبحانه وتعالى يعني ما كان فريد الشباب بالجامعه انه بصير عسكري وهذا مع عندما دخلت الاكاديميه هذا اول منبر حقيقي لنحت الموهبه. من تنبأ بيك؟ منو كانوا اساتذتك؟ على ايد من تتلمذ فيما بعد؟ اثر الدراسه الاكاديميه على زميل سهيل الهنداوي. الحقيقه التقديم كان للاكاديميه يعني مو سهل ابدا.
كان يتم ثلاث اختبارات للمتقدم، واحد بالنحت والآخر بالتخطيط والثالث بالألوان المائية، والأساتذة كانوا مرموقين جدا بالرسم، الله يرحمه الأستاذ فايق والله يرحمه الأستاذ إسماعيل الشيخ اللي هو بهذا المستوى، وبالنحت يعني الأستاذ محمد غني ونحاتين آخرين الله يرحمه الأستاذ القيلاني عبد الرحمن القيلاني. يعني كانت مو بسهولة اختراقهم دول كلهم أبدا، إلا ما أكو فد ملكة يعني. فقدمونا الاختبارات الثلاثة هذه وكان عندي تميز بثلاثة سنة، وكان عندي خيار أن أختار أي قسم. يعني هذا الشيء قليل يحصل عن لطلبة الأكاديمية، يعني قد يكونوا بارعين في المجال لكن إنه يأخذ تميز متكامل في أكثر من فرع، فعلى الدلالة على موهبة حقيقية. أي هو تكامل أكو يعني هو شنو يعني تشكيلي نقول متكامل شامل. أي هالشكل كانت، لأنه يعني اللي متقدمين أكثرهم كانوا جايين عندهم رغبة وعندهم بس ما عندهم ممارسة. نعم. وإحنا بدينا كلش من الروضة إلى أكو استعداد. في بيتك الخاص أكو بروفيلات، أكو يعني فيجر كامل أكو، بس أكثر شيء لفت النظر هو وجود جواد سليم وليلى عطار رحمهم الله. هل تستطيع أن تنحت أشياء يعني تنحت أشخاص أو مواضيع ما لك بيهم صلة ربط أو صلة ود أو حب؟ أكيد أكيد، بس أنا أخلق هذا الوجود والحب هذا يعني مخيلتي. يعني أنت تتقاطع الآن مع الكثير من الفنانين اللي يقولون إنه إحنا ما نقدر نشتغل نحت إلا نكون عارفين الشخصية كل زين ومعايشيها. يعني زين شنو المانع إنه ما أنا أدرس عنه أو يعني أخذ كل تفاصيله وأعيشه بداخلي وأتخيله؟ هو الفنان رأس ماله مخيل، أو ممكن قد يكون في شخصيات الغابرة في الزمن، لكن في الوقت الحاضر إنه أنت مطلوب من عندك تنحت شخصية أنت من غير ما تكون يعني حديثة عايشة بالوقت الحاضر. فأني مو أبحث عن سؤال لكن أنا أبحث عن تفسير. نعم. إذا ما أكون أنا بالموضوع مجدد أكيد هو ما يصير تكليف أو يعني عمل تمثال لشخص معين لابد أن هذا الشخص مو اعتيادي، لابد، ولابد أيضا بمواصفات متميزة، كأن يكون مثلا كوميدي أكثر من اللازم أو جاد أكثر من اللازم أو شكله يوحي على نبوغ أو يعني هذه المواصفات هذه ممكن أني أذكر لها تصوري، وزائد الملامح والما متوفر عندي أنسجها وأطلع بنتيجة اللي أتوقع هي بالتالي تكون المحصلة. وصلنا إلى مرحلة إنه كانت هناك نقلة أخرى أكثر أهمية في حياتك، هذه الباب التي فتحت على مصراعيها في الإذاعة والتلفزيون بعد أن عينت وأنت طالب في الأكاديمية. نعم. عينت في قسم الديكور في تلفزيون العراق. هناك كانت النقلة إنه أنت بالمحك مع المستوى الثقافي والإعلامي مع الإعلام. نعم. هي يعني أول كل التعيين كان بواسطة؟ لا هو مو واسطة، وإنما بوقتها كنت أنا طالب بالكلية وأهلي بالصويرة وإحنا ببغداد وقال يعني لازم مصاريف. فواحد من أهلنا اللي ببغداد قال أكو مكان للإذاعة والتلفزيون يردون نحات. فسهيل طول ما هو نحات كان الجسر اللي عندك موهبتك المتفردة. اي لانه اني نحات فاكو نحات بقسم الديكور خلي روح هناك. فرحت الحقيقة وتفاجئت يعني مدينة صغيرة مرات من يطلع مطرب وهذه ينتبه له، او اذا بالصدفة نشوفه، واذا فجأة القى نفسي يعني كل داخلهم يعني المطربين الملحنين المغنين المذيعين هاي كلها يعني اعطتني فد إضافة أخرى للعمل. إضافات إنسانية واقعية أنه أنت تختلط مع شخصيات ذو حظوة، بالإضافة إلى أنه لهم الخط الفني يتلمسوا يعني بطريقة استثنائية. مرت
أيام الأكاديمية معارض ونشاطات وتميز للطالب سهيل الهنداوي، في نفس الوقت بالإذاعة والتلفزيون استمر عملك. بعد التخرج اتخذت قرار الهجرة إلى السعودية. هل كان قرار صعب يعني؟ مو هجرة الحقيقة، هي كانت مجموعة شباب من الخريجين عندنا طموحات. هل يمكن أن تتوظف طموحات فنية نحتية في مدينة أو دولة مثل السعودية، باعتبار أنه هناك، إحنا ما ندخل بجدال بالموضوع، لكن هناك قيود تجاه نوع معين من الفن؟ مو بس السعودية، يمكن منطقة أكثر الخليج وهذا وقتها، بس مو هو الهدف أني أروح، طموحي أن أروح للسعودية أكمل دراستي، لا، كانوا يطلبون مدرسين، والمدرسين يعني يعطون رواتب زينة مجزية، والاحتياجات المدرس محدودة، فإذا يقدر يوفر مبلغ هذا يساعدنا أن نطلع نكمل دراستنا بأوروبا، وهذا كان مخطط، المخطط اللي أنا مخليه ببالي، وبالتحديد فرنسا. من وساطة حافظ الجروبي. هذا الموضوع حقيقة تفاجأت فيه. أنا طرحت السؤال، مشاهدين الآن بالنسبة لهم السؤال بعلامة استفهام كبيرة. أكيد أكيد. اشرح أنت. أكيد. أستاذ حافظ طبعاً كان عميد كلية الفنون، أكاديمية الفنون، كان رجل رائع جداً، ويحبني لي بشكل ويحب إمكانيتي. إيه. قال لي بالي أقول لك. يعني احنا انا ماخذ وقتي وخايف الفن مالتي ودرس كليه العلوم، فاحسن شيء راح ارشحك ممكن تروح لكليه العلوم تلزم المرسم مالتهم. قلت له اشكرك استاذ، فالشيء هذا رائع الحقيقه. فرحت اقابل العميد بوقتها، قعدت من السكرتير متانق، وكان موده، فدخل رجل كبير في العمر شعر ابيض منحني شويه، صباح الخير، ودخل بال السكرتير قال لها السيد العميد هسه بس نوقع الامر مالتك ان شاء الله بتباشر تروح المرسم. طلع باهت، قلت له هذا الشر، قال يقول هو هذا القاعد؟ قلت له اي استاذ. قال له لا هذا ما يفيد، بعد صغير سوي لنا مشاكل، هذا بعد صغير، هذه الاوراق تطلع. وفكرت وراها فعلا انه اطلع يعني ما افقه. لم يكن نجم سهيل الهنداوي يونس فجأة سطع. هي كانت هي مراحل بسيطة الحقيقة، المشاركة بالمعارض السنوية للصغير والمعارض المحدودة، بس كانت العراق مر بظروف نعرفها كنا، ظروف استثنائية، صراع وحروب وغيرها، وكان اكو توجه للفن يعني تسجيل بعض توثيق بعض الأحداث هذه من جملتها صارت بقت موضوع عروس مندلي. نعم. بال83 يعني، فصارت دعوة مجموعة فنانين، احنا يمكن كنا 5 سنين. في اي عام بالضبط؟ 83. نعم. يعني بوقتها ما لحقت، كان عندنا معرض جماعة 17، فسويت سكيتش تخطيط، يعني التخطيط مو مثل النحت، فصار رأيي انه ال المجموعة تتوسع. بعدين دخلوا حدود 56 نحات ونحاتة، وقدرت أقدم تمثال مدروس بمواصفات بي، وتم الاختيار رأسا. موضوع عروس مندلي وقفة، لأنه عروس مندلي معروفة لدى كل العراقيين، ومعروفة القصة لدى العراقيين أيضا، أنه الفتاة التي في ليلة زفافها تعرض المكان العروس إلى قصف، منطقة حدودية، منطقة حدودية، وأثناء فترة الحرب العراقية الإيرانية، وتبترت أطرافها. الموضوع أنه كان هناك مسند إلى كبار النحاتين في العراق أن توثق هذه الشهيدة العراقية. فأنت ما خافت أنه تدخل بمنافسة معهم؟ لا أبدا، بالعكس، يعني كانت هاي زيدني تجربة، زيدني
خبرة أكثر. كيف متوقع تمثالك راح يتم ترشيحه وياخذ المركز؟ لا لا أبدا لا، بس أنا الحقيقة خليت بيه مواصفات يمكن ممتازة بوقتها، خليت بيه هي نفس الإرادة، هي متعت بيها البنت، عندها إرادة قوية، ليها ورجليها مقطوعة وتحس إنه الحياة بعدها قدامها، فما خليتها بالشكل المأساوي، بالعكس خليتها تمشي ورغم إنه إيديها ورجليها مقطوعة، يعني الإخراج بوقتها كان كلش حلو ومقبول، فصار اختيار عليها. طالبة بالصف الثالث المتوسط اسمها نسرين، شنو قصتك وياها؟ حقيقة نسرين هي قاربي بتعمي، وكان بالعطلة الصيفية أحيانا نجيب والدها ووالدتها مع أخوانا وأخواتها، فبعدين رجعت من السعودية كان عندي قرار أنه أطلع أكمل دراستي. هي كانت بالثالث متوسط وجابتها والدتها تقدم على معهد الفنون، لأن عندنا إحنا تجربة عني ونزار ورياض أخويا معهد الفنون عندنا معارفنا، فجتي هي وتذكر والدتها وخالتها فقالت يا بريد نقدم المعهد بسيطة، فرحنا اختبارات كانوا هيئة لهم واختبرت هي عندها إمكانية بوقتها زينة، وتذكر انقبلت بشكل طبيعي يعني بدون الوساطة وبدون فيما بعد. فيما بعد الحقيقة شنو صارت نسرين؟ نعم شنو صارت نسرين؟ نسرين صارت زوجتي وأم أولادي، فبديت أهتم بيها، بديت أتابع حركاتها، يعني كانت هذا ولا زالت هذا يعني تتميز عن باقي إخوانها وأخواتها، هذا ودوبة يعني، حتى كان والدها الله يرحمه يعتمد عليها بالبيت أكثر من الآخرين، فيها مواصفات كنت يعني أبحث عنها. الأولاد الأربعة الله يحفظهم. الله يخليك، الأولاد الأربعة أولاد اثنين وبنات اثنين، سومر الأكبر وسيف، سومر نحات، نحات ممتاز، وسيف رسام ممتاز، وسما تخرجت العام الماضي من معهد الفنون التصميم الأولى، كانت عند الأصغر يمامة هسه هنا بصف التاسع. إذا نقول إنه الأولاد كلهم بيهم بذرة الفن، هم مع اهتمامهم هالشكل يعني، بالإضافة إلى الزوجة أيضا خريجة معهد فنون سابقة، وبدت الحقيقة تبتعد عن الرسم بسبب لأنه متطلباتنا كثيرة. نعم بس ترسم أحيانا ترسم مسائل حلوة. عمرك يعتبر صغير مقارنة بشيوخ الفن التشكيلي والنحاتي في العراق، رغم عمرك الصغير لكن حصلت على تميز كبير وحققت اسم واسع الصيد في مجال اختصاصك، هذا الموضوع سبب لك نقول مشاكل من الغيرة؟ والله موجودة يعني، خلينا نسميها صفة إنسانية، مو بس عند الفنانين، عند الشعراء، عند المطربين، عند باقي شرائح المجتمع كله، بس ما يعني واحد يحاول يتجنبها بشكل بآخر. جيل السبعينات الجيل اللي تنتمي إلى، شنو وجهة نظرك به؟ بالإضافة إلى هذا شلون تنظر إلى الأجيال القادمة بالعراق على مستوى الفن التشكيلي والنحتي؟ والله على مستوى النحات يعني بدأ حديثا بالعراق يعني بعد قطيعة نعرفها حوالي 1400 سنة، بس مو معنى أنه هذا جذور النحات في العراق انقطعت، لا كنا تلادات النحات السومري والبابلي والهاشوري وراها بدأت تخبو هذه لأسباب نعرفها، بس الفنان العراقي أو الفنان العربي المسلم بدأ يتنفس برئة أخرى خلال الزخارف الجميلة وخلال بعض الإيقونات، بس بقى هاجس النحت والرسم بداخله، فنشوف أنه مو يعني بالصدفة مثلا جواد سليم يطلع بعد 1400 سنة يسوي
جدارية رائعة، أو خالد الرحال يسوي تمثال الأمومة، أو محمد غني يسوي أعمال جميلة. يعني هذه مو معناها أنه ما قفد تشيء أو فرد باكراوند، أكيد أكو امتدادات بس كانت محجوبة ليش يعني سبب أو آخر. شو قصدك الكاركتير؟ الكاركتير هو فرد متنفس الحقيقة، والكاركتير يعتمد على شلون تقتنصين في حالات معينة عند المقابل وتبدين يعني كنت أسويها للمداعبة يعني، بس حتى فترة اشتغلتها يعني كمهنة، بس ما كنت أوقع يعني مجلة إذاعة التلفزيون كنت أرسمها والأغلفة، وبعدين رسمت مجموعة أساتذة فنانين كبار، إسماعيل الشيخ لي، إسماعيل فتاح، شاكر حسن، أكو تخطيطات محتفظ بها يمكن الدكتور محمد علي الطويل ومع عادل آلوسي، يعني فد يعني شيء مكمل أعتبر مسيرتي. اللقاء مر سريعا جدا مع حضرتك، حاولنا قدر الإمكان أن نغني محاور مهمة، وصلت الضوء على محاور مهمة من تاريخ سهيل الهنجاوي. لنا لقاء آخر بإذن الله تعالى بعد نقول 10 سنين جاي. لا الله يعطينا عمر. أنا حتى نختصر النشاطات يعني نقول يعني كل 10 سنين هم قادرها قاعدة حوار مطولة يعني. إن شاء الله إن شاء الله، بس إحنا نطمح إنه نحاول يكون نشاط مضاعف أكثر لأنه فاتنا كثير أشياء فلازم نحولها. بقى بالجعبة سؤال قبل الختام، هل وثقت الألم العراقي؟ الألم العراقي هذا حجم الضغط مو بهالسهولة يتوثق، وإنما شلون نلقى طريقة حتى نعرضه للآخرين حتى يتهمون ويعتبروا درس ليقومون به بعد مرة ثانية. الفنان التشكيلي والنحات الكبير الأستاذ سهيل الهنجاوي، شكرا جزيلا لك من حديث المهجر. شكرا جزيلا لكم، شكري الخاص للشرقية والكادرها كلها، وإن شاء الله نلتقيكم بأوقات أخرى.